السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متتبعي قناة أحمد بلاغ، شكرا لكم على التفاعل الإيجابي في القناة ديال أحمد بلاغ. هذه القناة تتعنى بالرياضة وبالثقافة الرياضية. باش تبدأ الرياضة ديالك لازم تحدد لوبجيكتيف ديالك من هذه الرياضة اللي كدير. شنو بغيتي تولي؟ واش بغيتي تكسب فقط اللياقة البدنية ولا تنقص من الوزن أو لا تكون بطل؟ فملي كتحدد الهدف ديالك كيسهل عليك انك تخطط للتمارين ديالك وتستمر في التدريب باش ما تصابش بالملل، لانه اغلبيه ديال الناس كيكون عندهم الحماس في البدايه وكيمشيو يتسجلوا في اتصال او لا كيبداو رياضه من رياضات معينه، لكن مع المده كيمل لانه ما حطش الهدف ديالو من هذه الرياضة أو من ممارسة التمارين الرياضية. أول شيء تحديد الهدف، اختيار المدرب الكفء اللي عنده ثقافة رياضية وعنده تكوين رياضي باش ما يضركش الجسم ديالك، لأنه كثير ديال الإصابات كتجينا من خلال المدربين اللي ما عندهمش الخبرة، وكتكون عندك إصابة وكتبقى عندك ربما هذه الإصابة تبقى عندك مدى الحياة، كتكون الإصابات البدنية والجسدية وكتكون حتى الإصابات النفسية. اختيار المدرب والكوتش مهم جدا بعد ما تتحدد الهدف ديالك من الرياضة المحددة. تحية لكم، وما تنساوش دعمونا وتبارطاجيو لي فيديو باش تعمل فائدة. تحية لكم.